هنعمل ريزوتو. ادي الزبده اهي، وده بصل، وده ثوم، وده مكعب مرق، شويه زعتر، زبده، ثوم، زعتر، هو الترجمة بتاعتها الحرفية رز معجن. بيبقى فيه نوع رز كده حبايته كبيرة عاملة زي لسان العصفور، ولكن مشكلته حاجتين، مش مشكلة لكن هو الطقوس بتاعته بتقول كده، يبقى ني شوية ومعجن. وهو بتعمل بمشروم بس، ما بتعملش بفراخ، لكن احنا النهاردة بنجدد فيه. بخلي البصلية مستكاوي، لكن بياخد بارميزان تشيز وكريمه لباني. ادي الفراخ اهي، وياخد شوربه. شويه ملح مش كتير، وشويه فلفل. نقلب. وعندي مشروم اهو. لازم يعجن، لازم يبقى رز معجن. هي بياخد وقت كتير على ما يستوي، لكن لو بدي اقلب فيه كده لازم الرز المصري بتاعنا الجميل. بعد كده هنديله، هو المفروض باخد شوربه، بس انا طالما اديت له مكعب مرق فهو كفايه عندي بدل الشوربه. بنسخن الرز بتاعنا قوي. انا برضو مش هطلعه معجن ولا ملبن، برضو هنطلعه في الامور الوسط، الحاجه اللي احنا بنحب ناكلها احنا المصريين كده. هنا ادي الميه السخنه، كده وادي شويه لبن، خليها شويه كده، وبعدين اديها الكريمه اللباني عشان خاطر ما تعجنش مني او تمسك تغلي، بس غلوه كده، وبعدين اديها الكريمه اللباني بتاعتي. طيب نغطي. حاضر يا فندم. بص يا باشا كده، هنا دي كريمه لباني اهي، روزوتو. جبنا بارميزان، اهو
عاجبني الروزيتو.